بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الندوة تأتي في إطار اللقاء السنوي الذي ينظمه مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر بشراكة مع المجتمع المدني، بشراكة مع فاعلين المتدخلين في مجال الإعاقة. يعني درجنا كل سنة أن ننظم هذا اللقاء، ليس بالضرورة يوم بتاريخ اليوم الوطني، ولكن نختار الوقت الذي يناسب حسب ظروف الجامعة، لأن المختبر هو من داخل الجامعة، من داخل كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية. في السنة الماضية طرحنا سؤال الحق في التعليم الجامع، وهذه السنة نطرح يعني سؤال مدى ولوج مشكل الإعاقة في الأجندة السياسية، في السياسة العمومية للدولة. ما هي الأهمية التي تعطيها الدولة للمعاق، للشخص المعاق؟ ما هي مختلف البرامج والأفعال العمومية التي تم اتخاذها لمعالجة المشاكل التي يعرفها المجتمع المغربي، بالخصوص فيما يتعلق بمشكل الإعاقة؟ ولدينا متدخلين من تخصصات متعددة، أساتذة جامعيين، باحثين، فاعلين. هذا أساسي جدا أن يحضر معنا فاعلون من المجتمع المدني، من أجل أن نخلص في نهاية المطاف إلى مجموعة من التوصيات، إلى تقرير تركيبي، إلى توصيات نطمح هذه السنة أن نوجهها إلى الفاعلين، إلى المؤسسات السياسية، إلى البرلمان، إلى وزارة الأسرة والتضامن، من أجل الدفع قدما بهذا السؤال دائما، على أمل أنه في السنة المقبلة إن شاء الله سنطرح سؤال آخر وسنطرح موضوع آخر في إطار سلسلة هذه اللقاءات السنوية. شكرا لك. نور الدين المهلا، رئيس المركز دراسات والأبحاث في الإعاقة بجهة سوسمس. يعني كنحضروا اليوم في إطار هذه الندوة، هذه اللي هي ندوة علمية المرحلة أو المرحلة الثانية، لأن سبق لنا ضمن المرحلة الأولى اللي داز بكلية الحقوق تحت عنوان السياسة العمومية في مجال الإعاقة بالمغرب، الواقع والتحديات والمسؤوليات. وهنا كنعرفوا جيدا بأنه هذا لو تيم هذا ديال السياسة العمومية أساسي ومهم جدا في رسم مجموعة من الخطوات اللي ممكن نقدموا لها الفئة ديال الأشخاص في وضعية الإعاقة. من خلال هذا النقاش الآن ديال هذه المرحلة الأولى اللي تداولنا، بان بأنه جوج حويجات لي أساسية في هذه المسألة هذه ديال السياسة العمومية، وهو أنه كان عندنا واحد التصور اللي هو موحد ومفاهيم موحدة من خلالها ممكن نبنيو هذه المسألة. ثم ثاني حاجة وهو التنسيق والتكامل بين جميع المتدخلين في السياسة العمومية، سواء قطاعية أو سياسة العمومية اللي كتصدر عن طريق مثلا جمعيات معينة. إذا التنسيق هذا كيخلي أنه المسار ممكن يكون عندنا مؤشرات وآثار اللي ممكن قريب الأجل، ما نطولوش أكثر في هذا المسار هذا. وثاني حاجة أنه ممكن تعطينا واحد افكار جديده اللي ممكن خلينا نطوروا العمل ديالنا في اطار هذه السياسات العموميه. اذا في اطار هذا اللقاء ديالو كنشكر الجهه المنظمه اللي هي كليه الحقوق التابعه لجامعه بن الزهر، والاخوان كاع المنظمين والجهات العامله اللي شاركتنا هذا النشاط هذا، وكذلك الناس الحضور اللي حضروا معنا، والطاقم كما قلت الطاقم الصحفي اللي كانت متبعنا في هذا المجال. شكرا لكم جميعا.